ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو. أيوة لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام. لأنه هذه عادة عندكم ليست بالحسنة. عادة يا شيخ؟ ها عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن أنا اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه. أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن. لا أبدا. كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله. أنا أقول لك أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة عليه حتى أسألك إياه. أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك. جزاك الله خير. لا أبدا إن شاء الله نحسبهم إن شاء الله عليك. هات نشوف. نعم. أحدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟ إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟ السلام عليكم. ها؟ يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا. هذا الذي قلته لك. ويعدون السلام. نعم نعم، أنا بتكلم عن الشعب. لا يا شيخ لا. ما أتكلم عن بعض الأفراد.